بيكم في قناة أكلتك. النهاردة هنعمل الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف الطريقة بتاعتنا ونرجع لبعض تاني. شفنا الرنجة بتاعتنا ما فيهاش اي مشكلة خالص، الطريقة سهلة وواضحة جدا. انا نظفت بس الرنج قبل ما ادخل بيها عشان يعني وقت الحلقة وكده، فنظفتها وسبتها شوية في زيت وليمون وخل عشان تنزل الملوحة بتاعتها. في ناس بتحب تعمل الرنجة بطرق تانية خالص، زي ان هي ممكن تجيب الرنجة وتعملها مطبوخة. ازاي؟ بجيب بصل وطماطم وثوم وهشوحهم على النار مع بعض، وبعدين هنزل بالرنجة بتاعتي زي ما انا عملتها بالظبط كده، بس هقطعها وانزل بيها على النار، هسيبهم يتشوحوا مع بعض شوية، وهحط فلفل اخضر. اللي حابب يضيف اي حاجات تانية تمام مفيش مشكلة. والمكونات كلها بتستوي مع بعض على النار وبتتقدم في طبق وبتتاكل بالهنا والشفا. في ناس ما بتحبش تعمل كل ده، بتنظفها وتجيب طاسة من غير زيوت ومن غير اي حاجة وتعمل لها زي الجريل كده، يعني تشوحها على النار كده تشويحة، بتبقى طعمها حلو برده، والليمون وخل وخلاص على كده. طرق سهلة وبسيطة جدا وبتنجز معانا في الوقت. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، اشوفكم في وصفات جديدة واكلات جديدة وقناة اكلتك. باي.